السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد مرة أخرى في بث مباشر آخر، وهذه المرة من المدينة القديمة بالدار البيضاء. القصة معنا اليوم، معنا أمي ميلودة. اللي غيتسائل وغيسول شكون هي أمي ميلودة؟ أمي ميلودة هي واحد المرأة اللي عاشت أرملة لأكثر من 30 سنة. توفى الزوج ديالها اللي كان على قد الحال، كان راجل كيدير فراشة في الأرض، الله يولي برحمة الله. توفى، خلى أمي ميلودة معاها البنت ديالها كذلك، الله يرحمها، اللي توفات هذه ربما هذه سنة ونصف إلا ما خانتنيش الذاكرة. البنت اللي توفات الله يرحمها خلات البنت ديالها اللي هي حدايا الآن، اللي هي فاطمة الزهراء، اللي بقات في بلاصة، ما غاديش تجي في بلاصة الأم ديالها بطبيعة الحال، ولكن بقات معمرة على أمي ميلودة. الغريب في هذه القصة هذه، السادة المشاهدين، مشاهدين أوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، هو العيشة ديال أمي ميلودة. القصة ديال أمي ميلودة والعيشة ديال أمي ميلودة، حنا عارفينها كيفاش كتعيش. إلا فترات ما كتغداش، وإلا تغدات ما كتعشاش. ربما كاين اللي غادي يقول بأنك بالغتي، ولكن هذه ماشي مبالغة. هذه غتستمعوا معنا، نبقاو معنا مشاهدين الكرام باش نسمعوا القصة ديال أمي ميلودة. أمي ميلودة، السلام عليكم. سلام. شوفي في خوتك المغاربة، أنا شاد لك أخ لأمي، شوفي في خوتك المغاربة عاودي لهم شكون هي أمي ميلودة. أمي ميلودة مسكينة ما عندهاش، وما كانش اللي عرفها، ما كانش اللي كيعطيها، ما كانش اللي كيعاونها، ما كانش اللي سميتها. لا، عاودي لنا أمي ميلودة، العمر ديالك، الحياة ديالك، كيفاش عشتي، كيفاش تزوجتي، كيفاش هكا باش كلشي يسمع. انا تزوجت بكري، يعني بكري تزوجت. اش من عام تزوجتي أمي ميلودة؟ ما عقلتش على ذاك العام اللي تزوجت فيه. ما عقلتش. شحال تقريبا؟ تقريبا أكثر من 40 عام. أكثر من 40 عام. تزوجتي، الزوج مات الله يرحمه. الزوج مات الله يرحمه. شحال تقريبا باش توفى؟ راه بزاف باش مات. شي 40 عام. شي 40 عام خويا. أكثر. 40 سنة. واخا أمي ميلودة ملي توفى الزوج الله يرحمه، ملي توفى الزوج الله يرحمه، مع من خلاه؟ خلاني مع بوحدي، بقيت هنا مع الدريات. بقيت مع نورا الله يرحمها. خلى لك شي ورث، خلى لك شي حاجه باش تعيش؟ لا، لا ما خلى لي حتى شي حاجه. كان دايرها في الرشا مسكين بالزرقاء كيبيع ويشري. ملي توفى مشى داك الشيء كلشي، ما بقاش. خلى لك الستره ديال الله سبحانه وتعالى. اييه، سترت الله اللي خلى لي، ما خلى لي حتى حاجه. وخلى لك بنيه. خلى لي بنيه. ماتت الله يرحمها. ماتت الله يرحمها. وهذه التايرة عندها ولادها وبرجلها. لا دولي على اللي عايشين معاك دابا. اي اللي عايشين معايا، عايشة معايا فاطمة الزهراء. فاطمة، شكون هي فاطمة الزهراء؟ فاطمة الزهراء بنت نورة اللي ماتت. وشكون هي نورة؟ نورة بنتي. الله يرحمها. الله يرحمها. باش ماتت مسكينة نورة، باش ماتت؟ ماتت مسكينة، كان عندها الماء. كان عندها الماء. ومسكينة الإهمال ماتت. الإهمال ماتت. قعدت مسكينة، قاطت تاهي تعيات مسكينة وخر ماتت. عاشت الفقر، عاشت الفقر ياك؟ عاشت الفقر بزاف تاهي. وقالوا لي تنفخات مسكينه. نفخات وما كانش مسكينه، ما لقات باش دواز، ما لقات مسكينه باش هذا، ما كانش. عانات امي ميلودة. عانات، ولا الطبيب اللي ديتيها لي ما كيعطيكش وقت. كتمشي تصوفي ما كيعطيكش وقت. حيت الفقر. الفقر، وكانوا الفلوس. غادا تدوز بالفلوس وغادا تعيش وغادا. يعني ما كانش فلوس، راه يعني مسكينه قد قطعت تتوفات. شحال في عمرها توفات مسكينه؟ شحال تقريبا؟ زيدة عن المسيرة. زيدة في المسيرة. شحال باش مات دابا الله يرحمها؟ دابا راه هاد شعبان تكمل العام. دابا عام هذا. وملي مات الله يرحمها اش خلات لك؟ شكون خلات لك؟ ما خلات لي سترة الله. لا، شكون خلات لك؟ خلات لي بنتها. هي هذه، هي فاطمة الزهراء. هي فاطمة الزهراء. واخ، نشوف فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء، السلام عليكم. وعليكم السلام. ربما أمي ميلودة مسكينة بطبيعة الحال، حكم الناس مساكن، الناس كبار شويه، ماشي نقولوا ما غاديش نحطهم بلاصه، هما واعيين ما شاء الله، واعيين، ولكن مساكن ما غاديش يعرفوا يوصلوا. فاطمه الزهراء، بغينا نسولك شكون هي فاطمه الزهراء؟ شوفوا في المشاهدين. فاطمه الزهراء واحد الدريه اللي قاصات بزاف مع العائله ديالها، وبزاف ديال الحوايج، وما كاينش اللي
اللي عقل عليها من الصغر وفهم وبزاف ديال الحوايج. شي تكرفيس؟ شي تكرفيس ملي ما شبا صافي جيت انا وماما للمدينه الله يرحمها. اذا الاب ديالك توفى الله يرحمه؟ توفى الله يرحمه. جينا شحال في عمرك ملي توفى الاب ديالك؟ ديك الساعه شي 9 سنين بحال هكا. اذا كنتي باقا صغيره؟ كنت باقا صغيره. بقيتي انت وانتوما جوج ديال العيالات وجدك هي الثالثه كتواجهوا الحياه بوحدكم؟ بوحدنا. كيفاش عشتو؟ كيفاش عشتو؟ كانت كتصرف علي انا وكل شيء كانت خدامه وكنبسك على الله. جدك مسكينه فاش كانت خدامه؟ كانت خدامه في الميناج كانت كتشد هذيك 22000 ريال في الشهر كنا كنصرفوا بها بثلاثه وكنقول الحمد لله. وسمعت بانه حتى ذاك الميناج واقيله داروا لها شي حاجه. بركات منه عم آه. بركات منه وما بقاش مابقاوش باغيين يعطيوها حسابها. قالوا لي تلعبوا بها تلعبوا بها مسكينه. ما داروش لها الوراق وما بغاوش يعطيوها حسابها وخدمات معاهم اكثر من 30 عام. وفاش مشات لعندهم مؤخرا فاش مشات لعندهم مؤخرا هما يقولوا ليها ندوروا معاك وصافي سيري في حالاتك. اذا صيفطوها مسكينه هكاك؟ صيفطوها ما عطاوها لا ريال. وكيفاش وليتي كتعيشوا فاطمه الزهراء؟ باش ما خصم الله داكشي اللي انا فهمتي كنمشي كنقدر مره تخدمي مره كنخدم مره كنبراك داكشي اللي قسموا عنا الله يقدر قسم عنا الله 100 ريال كناكلوها وكنقولوا الحمد لله. يعني بغيتي تقولي لي بانكم نتوما ربما 100 ريال تقدروا تدوزوا بها نهار نتوما ولا 1000 فرانك؟ نقدروا ندوزوا بها نهار ونقولوا الحمد لله. 1000 فرانك؟ 1000 فرانك. السادة المشاهدين وسمعتوا معايا الثمن هذا 1000 فرانك 1000 فرانك 10 ديال الدراهم 3 ديال العيالات 10 ديال الدراهم. خوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن هذا الشيء اللي كنعاودوا لكم هذه ماشي قصة هذا ماشي فيلم من انتاج عالمي لا هذا الواقع. عرفتي المكان اللي حنا فيه الان المكان اللي حنا فيه الان دابا ما كيتجاوزش جوج ديال الامتار ما كيتجاوزش جوج ديال الامتار مربعه. اقسم بالله انا المكان لاحظوا حتى الجلسه اللي جالس انا لاحظوا كيفاش جالس مزاحم انتم كتلاحظوا الحيط ها هو كيبان الحيط الاخر ها هو كيبان الشرجم ورانا كاين واحد السداري ها هو قدامنا الان. يعني انا كنتخيل دابا ملي كانت المرحومه الله يرحمها البنت ديال امي ميلودا ربما نقول حنا كانت كتنعس هنا امي ميلودا كتنعس هنا فاطمه الزهراء كتنعس ما عرفتش كاينه ميده حدانا هي اللي كاينه راه ما بين هاد الميده وما بين واحد الحوايج ليها ما كايناش حتى 30 سنتيم. يعني انا ما عرفتش الناس كيفاش كانوا عايشين. فاطمه الزهراء انا ربما الا تكلمت بلاصتك انا هادي قدر يقولوا الناس راه كيبالغ. ديك الساعة كانت الثلاجة بحال هكا ملهاها وكان الماريو ديال البلاستيك ملهاكش كندور الميضة وكنفرش بها. يعني كتنعسي في الأرض؟ ولكن إلا بغيت. بعض المرات كنهبط ديك المونت اللي كاينين تما كنتخالف أنا وجدها. كتخالفي أنت وجدها؟ ويعني يقدر واحد اللي بغي يهبط حاجة غير المرحاض يعفط عليك. بحال هكا. يقدر اللي بغي يهبط المرحاض يعفط عليك. وشحال نتوما عايشين في هذا بحال الحاله هذه الحال؟ دابا من 2011 بحال هكا 2011 فاش مات بابا جينا سكننا مع جدة. حول ولا قوة الا بالله. فاش توفى الاب ديالك في 2011 الله يرحمه جيتي انت والام ديالك الله يرحمها حتى هي تسمع الله يرحم الله يرحم يعني عيشه عشتو مع الجده ديالك مده ديال 10 سنوات دابا نتوما في هذه الحاله هذه 10 سنوات ورضيتوا بالقضاء ديال الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله. الحمد لله اكيد الحمد لله. صراحه انا ما عرفتش التعبير كيفاش غادي نعبر اخوتي المغاربه. اقسم بالله قالك من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. انا اقسم بالله الى هذا ماشي فيلم هذا الواقع كتعيشوا امي ميلودا. امي ميلودا الحمد لله مرة معروف عليها يعني في الحومه كامله معروف على الكفاف والعفاف. واحد الانسانه ما كترضاش تمد يديها. شتي هاد الروبورتاج هذا وهاد الانترفيو دابا اللي درنا مع مو ميلودا كان واحد الضغط ديال الناس كثار اللي قالوا له بانه راه كاينين قلوب الرحمه كاينين المغاربه المحسنين كاين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وربما هاد النداء هذا انت مو ميلودا راك ما بيناش ولكن خوتك المغاربه داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن الا شافوك راه ما غيتخلاوش عليك. اذا حنا ملي جاو عندنا الناس والحمد لله هذا فضل من الله سبحانه هذا بالنسبه لنا حنا تكليف
اكثر منه تشريف. هاد الناس كلفونا بهاد المهمه هادي، قال لك اودي ما كاينش غيوصل الصوت ديال المي ميلودا والبنت ديالها الا منابر اعلاميه، وقال لك ما لقيناش مع احترامنا لجميع المنابر، قال لك اودي بغينا المنبر ديالكم هو اللي وصل المعاناه ديال المي ميلودا. لهذا فاحنا جبينا النداء بطبيعه الحال كما هو الطبيعه ديال قناه مغارب نيوز، انها دائما كتبحث في القضايا الانسانيه من الناس للناس، هذا هو الشعار ديالنا في القناه. فاطمه الزهراء اشنو بغيتي تقولي للمغاربه؟ اشنو الامنيه ديالك؟ انا ما قراتش غير نخدم شي خدمه ونستقر فيها ونصيب لي وريقاتي ونصرف على جبتي. سمعتوا خوتي المغاربه؟ يعني فاطمه الزهراء الطلب ديالها ماشي الطلب ديالها ديال التسول، لا، الطلب ديالها كتقول لك باغا تخدم باش تعيش هي وجداها، هذا هو الطلب ديالها. اشنو الحاجات اللي مثلا اللي يمكن باغاهم انت باش تخدمي؟ عندك لاكارت ديالك؟ عندك مسائل ديالك؟ عندي لاكارت ديالي، عندي كلشي، ماشي مشكل، انا نخدم في اي حاجه. عندك شي ديبلوم؟ عندك شي ديبلوم؟ لا ما عنديش ديبلوم. ما عندكش باش المشاهدين يفهموا شنو الاحتياجات ديالك؟ نقدر نخدم في الميناج ماشي مشكل، المهم غير نهز هاد المرة. كنحييك يا بنتي صراحه. شحال في عمرك يا بنتي؟ شحال؟ 21. قدها قد الابن ديالي 21 سنه. لاحظوا الطلب ديالها شنو؟ ما قالتش تعاون وما يعطوني، لا، قالت لك باغا تخدم، باغا تخدم باش تاكل وتعيش هي وجدها. بغيت نسولك فاطمه الزهراء، انا سمعت بانه غير المشاهد باش يشوفنا، قالوا لي بانه الا تغديتوا وما كتعشاوش ولا تعشيتوا وما كتفطروش، واش هادشي بصح؟ بصح. شوف المشاهدين باش يعرفوا هاد الهضره، هادشي بصح؟ هاد الهضره بصح. كيفاش ما فهمتش كيفاش كتعيشوا مثلا الا فطرتي كتبقاي بحال هكاك ربما مثلا غد ليه ما فهمتش انا خاصها حتى يجيب الله شي حاجه مثلا باش تجيب الله شي حاجه من هذا هادشي بصح ام ميلودا؟ اييه لما تغدينا ما نتلسعوا حيت ما رضاوش نقولوا لشي حد عطيناها ولا مدلينا وزايدون ما كانش اللي غادي يعطيك واخا تقولها كاع غادا تحشمي وجهك ام ميلودا؟ اييه غادا نحشم وجهي ولا ربما هذاك السيد يدور فيك ولا مرض يدور فيك ولا إلا ما عرفا ما كاين اللي ما كيبغيش. ولكن مي ميلودا شتي خوتك المغاربة اللي كيشوفوا فيك دابا المشاهدين الأوفياء ديالنا كون على يقين مي ميلودا كيعرفوا الحمد لله كيعرفوا المصداقية ديال القناة ديالنا كيعرفونا كنجريو في الخير ما كنجريوش شي حاجة غير الخير. الله يرضي عليك. وخوتك المغاربة إن شاء الله مي ميلودا ما غيخلوكش بلاش إن شاء الله. نعطيك صحة حجة برسول الله. دعي معاهم هما. ياه دعي معاهم هما. ايه الله يسهل عليهم الله يعاونهم. ياك ام ميلودا. ايه الله يعاونهم. دعوه ديال الام هذه. ايه ديال الام ديال من القلب. الحمد لله. ايه الله يعاونهم. الحمد لله الحمد لله. الساده المشاهدين مشاهدين اوفياء لاحظتوا حتى ام ميلودا حتى مسكينه حتى الكلام متلعثم حتى الكلام ديالها لانها ماشي منها حتى انها تمد يديها. وسمعتوا فاطمه الزهراء شنو قالت؟ فاطمه الزهراء اللي كنحييها من هذا المنبر كنشد عليها يديها بحراره لانها قالت لك انا ما بغيتش ما بداش يديك نقول عطيوني، لا، انا بغيت غير فين نخدم باش نعيش انا وجدتها. يعني طلب ديال الانسان اللي في سنها ولا طلب ديال متسول ما كيكونش بحال حنا ما كنلوموا حتى شي واحد، كل واحد الله يحسن العون. حنا كنتكلموا على الحاله اللي فيها فاطمه الزهراء، الحاله اللي فيها فاطمه الزهراء وفيها مي ميلودا، يعني هادشي كله ما قالتش صيفطوا لي عطوني، لا، يعني مسكينه باغا غير بلاصه فين تخدم باش تاكل هي والجده ديالها اللي في مسألة دابا ولات فيها الام فيها الجده فيها الاخت فيها الصاحبه فيها الزوج فيها كلشي. وكذلك مي ميلودا هذه بالنسبه لها بنتها بنت بنتها صاحبتها، يعني كيحطوا الراس على بعضياتهم كما كنقولوا. فاطمه الزهراء شنو هو الطلب ديالك الاخير؟ الطلب ديالك الاخير ها؟ هو نخدم. شوفي في خوتك المغاربه قولها لهم. الطلب ديالي الاخير هو نخدم ونهز هاد المراه هادي. ياك؟ ما هي اصلا عندها دابا 75 عام. 75 عام؟ ما نعرفش شكون السابق وشكون اللاحق. يعني بغيت نفهم شي بغيت نشوفها فرحانه حتى هي الامنيه ديالك ياك؟ شك بنتي ليا مدمها فاطمه الزهراء. ياك بنتي ليا بنتي باغا تبكي يا فاطمه الزهراء. الحمد لله الحمد لله بنتي الحمد لله الحمد لله. إذن فاطمه الزهراء كتكلم
والدموع في عينيها، يعني الامنيه ديالها من الحياه كما قالت انها مع الجده ديالها اللي هي كل شيء بالنسبه لها، والجده كذلك هي كل شيء بالنسبه لها. الامال ديالهم بسيط في الدنيا، هما قانعين بدل طبيعة الحال. مسألة أخرى مهمة نودة، سمعت كذلك بأنه ربما كاين وقيلة غادي 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 يحولوكم من هنا وما عندكش باش تخرج ياك. ما عنديش باش تخلص ياك، وما كانت خلص عليك. يعني باغي نعطيكم استفادة ولكن أنت ما عندكش باش. ما عنديش باش تخلص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهاد المعاناة مهمة نودة صبرتي لها أعوام كلها تسالوها. يا صبرت الحمد لله. يعني قاسيتي في مات المرحوم الله يرحمه. قاسيت عييت وقاسيت. 75 عام يعني كل هذا اسمه معاناة مهمة نودة. ياك والحمد لله. الحمد لله ولك الحمد. الحمد لله. ما خاصناش ما. الحمد لله. الحمد لله. مشاهدينا الأوفياء، كما أقول دائما لكل بداية نهاية، وكذلك برنامج ديالنا لهذا اليوم، البث المباشر ديالنا هذا اليوم كذلك عنده نهاية. فكنتمنى هذه النهاية هذه تكون بداية فرح وسعادة للمهم يلودة ولبنتها وبنت بنتها فاطمة الزهراء. وحنا عندنا اليقين في الله سبحانه وتعالى، عندنا اليقين كذلك في المشاهدين ديالنا الاوفياء، المتتبعين ديالنا الاوفياء اللي ما غاديش نزكو نفوسنا، دائما كنقولها كيعرفوا المصداقيه ديال القناه الحمد لله، كنحترموا جميع القنوات غير كل قناه والتوجه ديالها، واكيد التوجه ديال القناه ديالنا الحمد لله اصبح كيعرفوه العديد من الناس، وكنتشرفوا بهذا الحمد لله بهذا الميزه هذه. وكنتمنى الله نبقاو على نفس الطريق ان شاء الله، وعندنا اليقين في الله سبحانه وتعالى بانكم ما غتخلاوش على مي ميلودا وعلى فاطمه الزهراء. نعطيو الكلمه الاخيره لفاطمه الزهراء قبل ما نختموا. فاطمه الزهراء بنتي، الكلمه الاخيره ديالك. حنا كنشكركم المغاربه وكل اخواتنا اللي برا واللي في المغرب، وكنطلب منهم شوفوا لي شي خدمه. صافي ما باغي يعطوك والو، ها الخدمه. سبحان الله. المهم يودا الطلب الاخر ديالك مهم يودا. الطلب الاخر انا بغيتهم يتعاونوا معايا، الله يزيد بصحتهم، الله يقوي عليهم الخير، الله يشوف فيهم، وهذه دعوه من عندي انايا. الله يهديك. الله يخلف عليهم، هذوكما خوتنا. هذوك ما احبابنا، ما عندنا حد. الحمد لله. اياه كنشكر هاد الناس اللي واقفين معنا، الله عطاهم صحيحتهم، عطاهم حجه في رسول الله. الله وخلى لهم وليداتهم، هادشي اللي كنطلب انا. الله هادشي اللي كنطلب نكمل مع الخير ان شاء الله. مرحبا مرحبا. مشاهدينا الاوفياء، إلى هنا نأتي على نهاية هذا البث المباشر، على أمل أنه قبل نقول على أمل اللقاء بكم، على أمل أننا نرجع ونسجلوا مع مي ميلودا ومع فاطمة الزهراء، وعيون أو دموع فرحة في العينين ديالها. وهذا الشيء ماشي غريب على المغاربة، لا داخل أرض الوطن لا خارج أرض الوطن. على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه. كان معكم مراسل قناة مغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.